احتفل مركز عيسى الثقافي بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه تزامنا مع مرور 40 عاما على افتتاح مركز الوثائق التاريخية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وكبار المدعوين من المثقفين والداعمين الأوائل من المؤسسين للمركز إلى جانب الموظفين. وقال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي للمركز إن المركز أضحى اليوم منارة تشع بالعطاء الفكري، مترجما بذلك رؤية ملكية طموحة حملت بين ثناياها أعظم السمات الحضارية التي تميزت بها البحرين منذ فجر تاريخها إلى وقتنا الحالي، مشيرا بأن ذلك الحدث يعد عرسا ثقافيا ملازما لأيامنا الوطنية، حيث بدأت معه مسيرة عمل المركز نحو تحقيق رؤية جلالة العاهل التي استلهمت من كلمته السامية في حفل افتتاح المركز، حيث قال: نريد لمركز عيسى الثقافي أن يكون كما كانت البحرين منذ فجر نهضتها، مركز إشعاع حضاري منفتحا على مراكز الفكر الرصين في العالم ومستوعبا لكل جديد ومفيد من العطاء الإنساني، وأن يبقى رمزا على مر الزمن لتقدم البحرين. أضاف أن عام 2018 يصادف أيضا الذكرى 40 على افتتاح مركز الوثائق التاريخية الذي قام جلالته حفظه الله في عام 1978 بافتتاحه، ثم تم إلحاقه بأمر من جلالته ليكون عنصرا فاعلا في منظومة مركز عيسى الثقافي.